برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي اختتمت فعاليات مسابقة الأوقاف الدولية 26 للقرآن الكريم، والتي جاءت بمشاركة أكثر من 50 متنافسا من 50 دولة، حصدت فيها مصر المراكز الأولى. وخلال حفل الاختتام وإعلان الجوائز، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن المسابقة اتسمت بالنزاهة والشفافية في التحكيم. في ليلة كانت مليئة بمشاعر متداخلة امتزجت بين حالة المنافسة والترقب لأكثر من 50 متنافسا في حفظ وتجويد وفهم وإتقان القرآن الكريم في مسابقة الأوقاف الدولية 26. الفائزون بالمراكز المتقدمة أثنوا على انعقاد المسابقة سنويا. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أشعر بالفرحة والسعادة والسرور. هذا يعني لمصر ليس بجديد، لأن مصر معروفة أنها يعني تقدم غيرها في هذا كله. سبحان الله، يعني مستحيل يعني ترى دولة يعني تفوق مصر في القرآن. من جانبهم أكد القائمون والمحكمون بالمسابقة على مدى ما تمتعت به المسابقة من جاهزية وشفافية في التحكيم. تقارب المستوى بين المتسابقين وصعوبة المسابقة كان أحيانا يبقى الفرق جزء من 10 أو جزء من 1000. الحقيقة مستوى متميز، مما أفرزته المسابقة أن الأولى على الناشئة هي إحدى بناتنا تحت سن 12 سنة، وأحد المتسابقين في المركز الثاني ابن من أبنائنا الذين أنعم الله عليه بنعمة البصر والبصيرة، من أبنائنا المكفوفين يحفظ القرآن بقراءاته العشر. الحقيقة أيضا نسبة النجاح لمتسابقين من أبناء قارة أفريقيا بلغ 80%، وده بيصحح صورة ذهنية كبيرة. القارة الأفريقية قضى على التنمية، قضى على النهوض، قضى على المنافسة. نحن نتكافل جميعا في حفظ القرآن الكريم، ونشكر السيد رئيس على رعايته لهذا المؤتمر، لأننا لابد أن نتكاتف وأن نتعاون جميعا من أجل حفظ هذه البلاد بحفظ القرآن الكريم. لقد كان التحكيم بكامل الشفافية، وإنه ليس بالدرجات، إنما بالأجزاء للدرجات، بالجزء من الدرجة، وكان هذا التفوق الذي ناله الطلاب تفوقوا به بجدارة. بجوائز بلغت أكثر من 1,000,000 جنيه تختتم المسابقة العالمية للقرآن الكريم لوزارة الأوقاف المصرية بعد تنظيم أكد من خلاله المشاركون بمدى الاهتمام الذي توليه مصر في العالم الإسلامي بالقرآن الكريم. بإعلان وزير الأوقاف أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، يكون الستار قد أسدل عن الدورة 26 التي أقيمت بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب، ليبقى تكريم رئيس الجمهورية للفائزين في ليلة القدر. وليد هيكل، التلفزيون المصري.